أنا اسمي غالية بعمري 11 سنة، أنا من حلب. نتيجة الضرب اجينا عرب اسمها تل سرفو. لقينا هون تلج، المطر، البرد، الهواء، كل شيء سيء هون. بدنا ثياب نحن، وبدنا تغذية، وبدنا هدوم، بدنا كل شيء يعني. المشكلة هون لون ضلينا بضرب أهو من التلج هون. برد، ما في مازوت، ما في شيء، متدفى. لما جينا ضلينا شهر برا، ما في لا خيمة لا في شيء لا. هلا أنا جيت لهون أتمنى أرجع بس هيك يعني ألمح مدرستي، أتمنى يعني أشوفها، أتمنى أعيش بسهولة.